ليه عم تضرب اخي؟ ليه عم تضرب؟ ليش عم بضرب؟ لك مو بدي اضربك، بدي اضربك واشرب من دمك كمان انت وجوزك الواطي فاروق. شوفي بس فهمني شو صاير. لك مو انت اللي معلمتيه لفاروق يروح يفسد عزابه ورجاله ويسلمه؟ مو انا، انا ما عندي علم بشي، انا ما حتى تدخلت بشي. لك كذابه وستين كذابه ولك. بوس ايدك يا اخي، بوس ايدك. انا والله ماني كذابه، انا ما حتى عملت شي من لما نبهت علي. لك قصة نادر، مو انت اللي رحتي وزيتي بعقل اهلك لحتى يفسخوا الخطبه؟ ها ليش هيك عملتي؟ مشان مصلحتي اخي، والله مشان مصلحتي. اسمعي ليك، بفضحك قدام كل اهالي الحاره، عم تفهمي؟ وبعدين بذبحك وبخلص منك اذا لسه بتخبصي. والله ما حتخبص، والله ما حتخبص. ما حتخبصي معي، ما حتخبصي. جوزك فاروان اللي حابره بيدي هدول، بايدي هدول اللي حابره، وانت بكره بتروحي تنبري وبتعدي ببيت اهلك، عم تفهمي؟ بوس ايدك يا اخي، بوس ايدك. لا تقتله وترملي، بوس ايدك. فاروق واحد خاين، والخاين مصيره الموت. نلع من خلقتي ان شاء الله. يا تحسين لك، يا تحسين. ليش عم تضرب؟ أنا شو عملت لك؟ اللي بيسمح للغريب يكشف على حريمه. ولك يا فاروق، مو بس بيستاهل ينضرب، بيستاهل يموت موتة الكلاب الداشرة. ولك الله وكيلك، ما كنت بعرف إنه في حريم يطلع. يا ريتك ما حكيت ولا بررت، كان أحسن. ولك بتسلم ابن بلدك للفرنساوي؟ ولك عن جهتين خسيس وندل واطي، وما بتستاهل تعيش يا حيوان. شو بدك تعملي يا نعمت لحتى تنفدي جوزك؟ شو بدك تساوي؟ مالي غير انزع عليهم كل شي وجب لهم الدرك بحجة انه زيبق عنده. قالوا الزمن غدار،